مساء الخير لكي يشاهدونا، مساء أول يوم في العام الجديد عام 2020، اللهم اجعله عام خير علينا بكل ما فيه بكل أيامه وساعاته ودقائق وثواني. إن شاء الله يا رب يكون عام مليء بالإنجازات والنجاحات. خلونا نشوف أبرز العناوين، نشوف إيش عندنا اليوم. جميل جدا. طيب، استطلاع العام، سوينا طبعا استطلاع جديد وسألنا في الشباب، بس حقيقي يعني يعطيهم ألف عافية فريق الإعداد، مجهزين لكم بدايات جميلة جدا لهذا العام، راح تكون فيها الكثير إن شاء الله، يعني نجيب لكم أشياء بسيطة تقدروا تبدوا فيها هذا العام، واضحة من بدايته. لكن خلونا نشوف أبرز العناوين وأرجع لكم. حلقات العام الجديد من ساعة شباب، سألنا الشباب عن أهم الأمنيات التي تحققت في 2019. متعة الشعر والقصائد مع الشاب رمز العميري. أخصائية السعادة خلود مرداد في حوار شيق عن السعادة. منير وغيداء يتشاركان في تقديم أفكار جميلة للرفق بالحيوان. وفي أخبارنا اليوم، من الهند شرطة من الدمى لردع مخالفات المرور، ومن كوريا شاشة تلفزيونية بدون حواف بلاستيكية. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. والله يا جماعة الصوت متحسن. عموما، من تقرير العناوين إلى استطلاع عام الجديد، سألنا الشباب عن أهم حدث صار لك في عام 2019، أكيد ما راح يروح عن بالنا، خلونا نشوف ردودهم وارجع لكم. في مواقف كثير، لكن في موقف ما انسى صراحة. مريض الله يسعده، في مشاريع التخرج خلاص بنسلم كل حاجة، سحب علي صراحة في النهاية. طبعا انت هتسألني ايش سويت يا ماهر؟ اول حاجة قتلتهم، وثاني شيء طبعا برضو لطمت، ثالث شيء دعيت ربنا، لين دعيت ربنا. ثالث شيء طبعا بعد طلوع روح الله يسعده جاني، تيسرت الامور ونجحنا الحمد لله. الموقف اللي صار لي طويل العمر اللي هو اتحقق حلمي من وانا صغير، حلمي اني اصير كابتن. 2019 بدايتها كانت اول رحله لي، نهايتها الحمد لله اخذت الرخص كامله في امريكا ولايه فلوريدا ورجعت السعوديه وقدمت على الخطوط السعوديه. والله شعور ما ينوصف صراحه، ما تقدر تعبر، لانه اول مره تطير تشوف السحب تشوف الدنيا من فوق، شعور ما ينوصف الحمد لله. كان موقف السفر، انا واختي كان اول مره نسافر لوحدنا، فكانت تجربه حلوه. يعني اكتشفنا السفر يعلمك اعتماد على النفس، تستكشف، فكانت من احلى اللحظات الحلوه لي صراحه. كانت اول مره يعني كذا اسافر بريطانيا، كان عندي دوره شهر وقعدت تقريبا شهر، فجربت احساس اللي هو احساس الغربه كده، تروح ما تعرف ولا احد. ما صدقت يعني انهي ال 30 يوم بسرعه وارجع السعوديه واشوف اهلي واشوف ناسي صراحه. لا والله بدايه مبشره بالخير. عموما خلونا نروح لاهم وابرز التغريدات اللي معنا اليوم. اول تغريده من حساب الفنان القدير ناصر القصبي، واللي هنى كل متابعينه عبر منصة تويتر وكتب: كل 2020 وصباحاتكم دائما خير. التغريدة طبعا شهدت تفاعل كبير جدا على منصة تويتر، واللي أيضا بادلوا الفنان بهذه التهنئة، ونحن أكيد بدورنا نقول للفنان ناصر أكيد كل عام وأنت بخير، وبإذن الله تكون سنة سعيدة عليك يا رب وعلى الجميع. إلى التغريدة الثانية من حساب مها أنحيط، كتبت رسالة جميلة عبر تويتر، خليني أقرأ لكم. هي: من أشجع القرارات التي تتخذها في حياتك قرارك بالاستغناء عن كل ما يؤذي روحك وقلبك ونفسيتك وصحتك،
فعلا يمكن نحن مع بداية عام جديد كل الناس كانت عاملة تصفية للأشخاص، تصفية للحسابات عشان يبدو العام الجديد بكل سعادة، بكل تفاؤل، يبعدوا عن الناس اللي ممكن تحطمهم، اللي ممكن تتعب نفسيتهم وبنفس الوقت قلبهم. أنا أتمنى لكم أكيد سنة سعيدة يا رب. تغريدة ثالثة اخترناها من حساب أستاذة رندا الهذلي، رئيسة قسم العلاقات والتواصل في البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن. رندا كتبت عبر حسابها في تويتر: أول ليلة في 2020 من هنا من عدن بين أهلي وأصدقائي في اليمن، خدمة للإنسانية أعمل وزملائي بإيمان وثقة عميقين بأن تنمية الإنسان وإعمار المكان هما الطريق للسلام والازدهار. From Aden, Happy New Year to all. طبعا كانت جهود رائعة وإنسانية كبيرة جدا وصورة جميلة جدا مع الأطفال في بداية العام الجديد. شكرا لك رندا، وأكيد موفقة يا رب أنت وكل الفريق المتواجد معك. إلى التغريدة الرابعة ومقطع نشرته المغردة الجوة، كتبت عبر تويتر: أغنية Once Upon a December باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية، ذات الصوت الجميل لوسيانا الزغبي. طبعا لوسيانا الزغبي هي فنانة برازيلية لبنانية، نشوفها في هذا المقطع اللي انتشر بشكل كبير جدا على تويتر. داخلي شيء خفي لكني لا أتذكر، لحن ما صوت شجي أغني عن شهر ديسمبر، جاء مسوبي عيل مسامر دي جكونا موهوبة جدا، تملك صوت جميل. وكانت هذه مشاهدينا آخر التغريدات معنا لليوم، ولكن أكيد مكملين معاكم. وبعد الفاصل رمزي العمري في ضيافة ساعة شباب، انتظرونا. يقول: يا درب درب الوفا وش فيه متحول، دام الجمل بلحل ما يشكي إشداده، يعود عود السمر غني له ومول، يمكن يوفي معي بالشوق ميعاده، يا ليت لي في المحبة آمر يخول، يعطيني في الوصل له تجديد وإعاده، يا هيه يلي غلاك بصدري متجول، لا تبادل مواصلي بالهجر وعناده، لا تفتري في كلامك لي وتأول ورا الشفا يا حبيب الروح، نقاده ماني مقصر على الموضوع وأطول للهرز زبدة، غيابك ما لها إفادة، تعال تلقى المحبة فعلها يهول، حب بعيد المدى وأكثر من العادة، أنا على عهدي المعروف من أول، وإن كان تبغى زيادة أعطيتك زيادة. بعد فترة من غياب الاهتمام بالشعر والقصيدة، لأن الكلمات في بعض الأحيان يا جماعة ترى تفرض نفسها. بداية هذا العام حبينا أن نعيش معكم هذه الأجواء الشعرية الجميلة مع شاعر فنان وموهوب خرج من بيئة شعرية وصدر له أول ديوان شعري. منورنا الشاعر رمزي العماري في ساعة شباب. منور رمزي. النور نوركم طال عمركم ولي الشرف. بداية أخي أسألك، يعني ممكن قد إيش بيئة الإنسان تأثر في ميوله؟ يعني هذه التجربة صارت معك ونحتاج نعرفها. والله التجربة مع الميول هي على الأحداث، فالإنسان كل ما صادف له حدث سواء كان مفرح أو محزن أو
يضطر انك تكتب عليه او يعني يتعمق في في, في هذا الغرض اللي يعني يقصده سواء يعني ايا كان اجتماعيا ايا كان. هل في احد في العائله يملك هذه الموهبه؟ نعم صحيح في بس انهم متحفظين شويه ما في اللي انا طلعت فيها. حلو يعني نقدر نقول موهبه بالفطره ما شاء الله. موهبه بالفطره وبالوراثه يعني وانا ما اخذها مجرد هوايه يعني اكتب كحاجه شخصيه لي يعني. حلو يعني. طب اي نوع من الشعر تكتب اليوم واي نوع تحس انه مطلوب اكثر في الساحه؟ والله طال عمرك انا اكتب الشعر النبطي والشعر النبطي ما بين الغزليات ما بين الوطنيات ما بين الحكم ما بين يعني جميع الاغراض يعني شعر المناسبات الحفلات ايضا فيها الزفات برضو عندي استوديو بخصوص الشيلات والاغاني فاتجاهي اكثر شيء النبطي بجميع غروضه وبديت في الاونه الاخيره اتجه الى الشعر الفصيح يعني بديت ان له اقبال وله يعني احترامه من قديم الزمان ولا زال. وهل تحس يعني الجمهور يطلب هذا النوع من الشعر نعم اكثر صحيح شيء؟ يطلب وفي انا احيانا اخلط الفصيح بالنبطي يعني يجي له رونق خاص كذا يجي له يعني طعم مع ان اغلب البحور توافق النبطي بحور الشعر النبطي توافق الشعر الفصيح. جميل. طيب احس في الفتره الاخيره صار في ضعف كثير في تواجد الشعر في الاعلام، هل تحس السبب ممكن يكون بسبب مرت علينا فتره كثر فيها تواجد الشعراء؟ والله هذا ممكن سبب، والسبب الثاني الاعلام، يعني الاعلام ممكن انه يطلع يعني في شعار او شعراء مهضومين اعلاميا، يعني عنده كلام يعني كبير وعنده كلام معقول وعنده كلام هادف، فتجد الاعلام ظالمه او انه ما فالساحه الان انا يعني مراقب الساحه الشعريه فوجدت ان يعني اغلب يعني كلام يعني عادي جدا يعني بس اللهم مقفى ويعني ونزل في وسائل التواصل الاجتماعي في القنوات يعني ما في اتجاه ما في هدف يعني الشعر رساله سواء ايا كانت يعني رساله ادبيه رساله اجتماعيه رساله يعني فالخصلة هذه لم أجدها في شعراء المتواجدين حاليا، أغلب الشعراء ما بظلمهم، أغلب الشعراء المتواجدين في وسائل التواصل الاجتماعي الآن. يعني أنت تشوف أن الساحة الموجودة اليوم من الشعراء سواء من الشباب أو البنات شعرهم ركيك أو ضعيف؟ ركيك أو ضعيف وغير هادف. وغير يعني هادف كمان؟ أي أوف رسالة قوية هذه. غير هادف، والله هذه لي نظرة يعني غير هادف يعني ممكن كلام يعني في بعض مقول يعني مقتبس يعني نفس الفكره هذه لبسها ثوب الثاني ويلا فهذه يعني برضو يعني حاجه سلبيه في الشاعر نفسه فانا انصح واوجه ان الشاعر يكون يجيب فكره، الفكره هي ام القصيده انت جبت فكره يعني خلاص سهلت معك الابيات سهلت معك المقفى يعني سارت هناك يعني سلاسة في كتابة الأبيات. واللي عرفته كمان أنك تعاونت ما شاء الله بدأت في تعاونات فنية مع فنانين بكلماتك فيريد تعطينا فكرة سريعة عنها. والله الكلمات الغنائية حاليا جاء عليها إقبال وتوجهوا لي يعني كثير من الفنانين حقيقة أنا الكلام هذا يعني من قبل فأنا وقفت على الكلام هذا يعني قبل ممكن 5 سنوات يعني حصل لي شو اسمه جوني فنانين منهم يعني الفنان طلال سلامة وملحنين يعني جوني ملحنين طلبوا مني قصائد بخصوص اللي يغنونها باسم الفنان مثلا عبادي الجوهر طلال سلامة في بعض الفنانات فأنا وقفت حاليا اتجهت لأنه وجدت له إقبال وعليه صدى وحاولت أوصل رسالتي من خلال القصائد الفنان طلال سلامة والفنان عبادي الجوهر طلبوا منك قصائد الملحنين الملحنين طلبوا منك قصائد انا طلب مني الملحن ورفضت ايوه رفضت الكلام هذا قبل يعني قبل فتره يعني قبل 5 6 سنين فالان توجهت يعني كنت متجه على الشيلات انا الشيلات الغزليه الشيلات الاجتماعيه ف يعني لان هذا وقتها يعني شايف في اقبال كبير إقبال جدا على الشيلات ايوه الشيلات مرغوبه واشتغلت يعني في الشيلات و المناسبات والقصائد الغزليات يعني حاليا اتجاهي الى الشعر الفصيح
وإلى الشعر الغنائي. الشعر الغنائي جميل. نحن عندنا أيضا كليب أغنية من كلماتك رمزي، خلونا نسمعها ونرجع لكم. اسأليني كان ودك تسأليني، اسمع عيني دام في صدري كلام. اسأليني كان ودك تسألين، اسمع عيني دام في صدري كلام. وش حيلة اللي عاشقك ميت على وصلك يبيك، يا حلمي من هو يحققك أنا وصبري نرتجيك. وش حيلة اللي عاشقك ميت على وصلك يبيك يا حلمي. خلينا نتكلم عن هذه الأغنية، كانت من كلماتك. والله الأغنية هذه الكلمات طال عمرك طلبها مني الفنان، وهي قديمة صراحة. كيف شفت ردود أفعال الناس على كلمات الأغنية؟ والله ردودهم بالثناء، وأنها يعني خطوة موفقة في المجال الغنائي، ويعني حاجة حلوة، لأن قصائد يعني تغيير الروتين، يعني كنت من المنشئات إلى هذا، فوجدت لها إقبال حقيقي يعني. فيعني الكلمات الغنية حلوة وسلسة وهادفة، يعني ممكن أنا يعني أتحكم فيها أنا على كيفي أنا، ما تربطني بقافية، ما تربطني، هي موزونة بس ما تربطني، يعني ممكن أسوي هذا على بحر اللي تحت، حتى يأخذ راحته الفنان، يأخذ راحته في 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 اللحن، والموزع يأخذ راحته في التوزيع، في العمق، يأخذ عمق فيها في الإيقاع الموسيقي. حلو. طيب انت ذكرت في البدايه، خلينا نرجع خطوتين وراء، ان دائما تحب تكتب الشيء اللي انت تحسه، فتكتب لمين دائما كتاباتك الشعريه؟ مين اكثر شخص ممكن يلهمك في الكتابه؟ والله السؤال هذا محرج لكن مجاوب لكم عليه. طال عمرك الكتابه في اي شخص، يعني ما تقيد في شخص معين، سواء يعني غزليه في الشخص اللي احبه، فسواء عتابية في الشخص اللي يحبه برضه، سواء يعني كل في مجاله، يعني إن بغيتها بمحبة وإن بغيتها في هجاء، أي شيء يعني يحرك الشعور أنا بكتب فيه، سواء من أي غرض كان غزلي عتابي. وش أكثر قصيدة حسيت أنها انتشرت للشاعر رمزي؟ والله في قصيدة حقت اسمها هرج القفار. هرج القفار. طب إيش يعني رأيك نسمع منها؟ طيب ما مشكلة، تفضل عندك المايك، خلينا نسمع. يقول: ما هي بجبرية ولا هي بقوة، ولا هي بكبرة نفس، ما هي بجبرية ولا هي بقوة، ولا هي بطعن الظهر ولا قصة رقاب، ولا هي بكبرة نفس ولا هي علوة، ولا هي على قول المثل جرح وطباب، بس الحقيقة عنها لازم أنوه وصح كل صح، وسبب أسباب واستدرج الهرجة بلسانة المفوه، مكن الجمله محلات الاعراب، هيه يمضي سلوم الاخوه، وتقول انا صاحبك من بين الاصحاب، في الصبح تمدحني وتذم القدوه، في الوجه تضحك لي وفي الخلف مخلاب، ماني بقايل يا عساها ويا لوه، ولا عاد انا لاعب مع كل لعاب، البرق يبرق والمطر حط نوه، والسيل فيض من على كل مشراب، يا جاحد واللي تسويه سوه، الصقر لو يموت ما عود إغراب، تبغى تشوه سمعتي هاك شوه، صدق يا صعب على كل كذاب، ما دمت مقوم الوفاء والمروة، هرج القفا ما عمر ودا ولا جاب. صح لسانك رمزي. نشكرك على تواجدك اليوم معنا، وكل التوفيق لك، وألف مبروك على أول إصدار شعري لك مثل المطر. بالتوفيق. الله يبارك فيك وسعدكم، شرفتوني صراحة بالاستضافة، وكل الشكر لك وللطاقم الفني كامل. جميل جدا. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين في أول يوم من العام الجديد. إيش هي الأمنيات اللي ما قدرتوا تحققوها في عام 2019 وراح تاخذوها معاكم للعام الجديد؟ سألنا الشباب هذا السؤال، وخلونا نشوف إيش قالوا. الشيء اللي كنت بسويه 2019 كنت مع 2020 ان هو كنت اتعلم لغه ثالثه غير اللغه الانجليزيه العربيه اللي عندي، فلسه ما كانت في فرصه اني اتعلمها،
باذن الله في 2020 نتعلمها اللغة الفرنسية. اتمنى اني انا اتخرج في 2019 ولكن اجلت التخرج ل 2020. السبب الحقيقة يعني كانت في فعاليات كثيرة في المملكة وحبيت اني انا احضرها زي موسم الرياض وبعض الفعاليات اللي في جدة، يعني حبيت اني انا اجي للجامعة شوية، لسه بدري على التخرج. ف 2020 موعد مرة كويس اني انا اتخرج فيه. اصحاب الساعة اخذتهم معي، كان نفسي ابعد عنهم بس عشان مصيع مدشريني في كل مكان وراي في كل مكان، بس وراي. والله هي الدراسة، كنت ناوي اني ادرس واكمل دراستي بس اشتغلت وانضغطت مع الشغل، فباذن الله حشيلها معي ل 2020 واشتغل وادرس في نفس الوقت واحقق حلمي ان شاء الله وادرس واكمل دراستي. هو شيء واحد بس، انه كان نفسي اسافر واغير جو في 2019 وما سمحت لي الفرصة لان ضغطت في ظروف العمل وكذا، وان شاء الله في 2020 نحقق ان شاء الله نسافر ونغير جو. تخصص المحاسبة كان ودي اني ادخله في البداية لكن حصلت امور زي ضعف المعدل، فان شاء الله راح احققه في 2020. انا طبعا تخصصي ملاحه بحريه اللي هو قبطان في السفينه ان شاء الله، كنت بطلع البحر عندي تدريب وزي كذا ان شاء الله، بس ما امداني بسبب الظروف في الجامعه، فان شاء الله اني راح احقق هذا الشيء في 2020 يعني باب التخرج وزي كذا يعني ان شاء الله. عارف ليش كذا فيني فرح، فيني بهجة، فيني حماس السنة الجديدة، إن شاء الله يا رب تكون سنة خير علينا جميعا وتتحقق كل الأماني والأحلام اللي كنا نحلم فيها في سنة 2019، نكفل صفحة كتاب آخر صفحة في كتاب 2019 ونبدأ صفحة وفي أول كتاب جديد لعام 2020. وخلونا نروح لأهم الأخبار اليوم في بداية هذا العام الجديد. خلونا نشوف من الهند تحديدا يقول أنه عندهم شرطة من الدمى لردع المخالفات المرورية. إيش الموضوع؟ تبينت السلطات في جنوب الهند طريقة غير عادية لمنع المخالفين من خرق قانون المرور، وهي عناصر شرطة من الدمى أنها لا تملك ما يكفي من العناصر البشرية وتوضع هذه الدمى عند التقاطعات الرئيسية على أمل في أن يدفعوا السائقين إلى احترام قوانين السير. هي حيلة بالنهاية ولكن حيلة ممكن أنها تنفع. ما أقول ما حعلق، أنا قررت أني ما أعلق أبدا على الأخبار. عموما نروح للخبر الثاني تقني، وأتوقع أني راح يساعد أغلب الناس أو الرجال تحديدا اللي ينسوا مفاتيح السيارة وبعد كذا يضيعوا بدونها. يقولوا أنه في بلوتوث يساعدك لإيجاد مفاتيحك المختفية، يعني بدل ما تدور خلاص تشغل البلوتوث على طول. يساعد مكتشف المفاتيح اللاسلكي المستخدم في استعادة ميدالية المفاتيح المختفية في أحد أركان المنزل الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث والتتبع، ويتم تعليقها في سلسلة المفاتيح أو الحقائب للحماية من السرقة، ومنها بطاقات يتم وضعها في المحفظة. شايفين هذا الجهاز الصغير بالضبط، تحطوه في تعليقة علاقة مفاتيحكم أو في الشنط ممكن، ومربوط طبعا بالجوال في جهاز تتبع، على طول تشغل البلوتوث وهو راح يقول لك ترى أنا هنا وتلاقي. إلى أيضا تلفزيون دون حواف راح تكون مفاجأة 2020. أعلنت شركة سامسونج الكورية أنها راح تفي بوعدها الذي قطعته على نفسها في وقت سابق من خلال صناعة أجهزة تلفزيونية متطورة خالية تماما من الحواف البلاستيكية بنسبة 100%، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنتاج الفعلي خلال شهر فبراير القادم. جميل جدا، بس يعني ترى ما فرقت الكم سانتي اللي موجودة بالحواف البلاستيكية، ولكن العشاق الأفلام واللي يحبوا أنهم يشوفوا الأفلام بدقة واضحة وبدون أي حواف ممكن تستفيدوا من هذه التقنية. إلى فيديو كليب من التسعينات يحقق مليار مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي. أصبح فيديو كليب أغنية Smells Like Teen Spirit لفرقة الروك أند رول الأمريكية الفيديو الموسيقي الثاني من التسعينيات الذي يصل عتبة مليار مشاهدة على اليوتيوب. طبعا صدر هذا الفيديو في عام 1991، يعني وقتها أقول لكم عمري، وقتها كان عمري سنة، تخيل.
أول ما أصدر هذا الفيديو، واليوم حقق مليار مشاهدة. وبكذا طبعا كانت هذه آخر الأخبار لليوم، لكن بما أننا بداية عام جديد اليوم حتعبكم ببداية العام الجديد، وحقول لكم كل مرة نحن بأول يوم في عام 2020، يعني حاولنا مع البداية الجميلة هذه نعطيكم دفعة معنوية عشان تقدروا كيف تعيشوا في حياتكم وتبدوا هذه السنة بسعادة داخلية. وأتوقع أنه السعادة تختلف من شخص لآخر، ولكن في النهاية نحن نحاول أن نوصل أو نوصل للنتيجة ممكن أغلب الناس تؤمن فيها وتحبها. أكيد راح يكون حوارنا لليوم مع أخصائية السعادة خلود مرداد. منورة خلود. أهلين لميا. يعني سبحان الله وانس تتكلمي عن السعادة تحسي بسعادة في المكان فعلا. يعني الموضوع عدوى ترى يا جماعة، بس خلينا نبدأ معك ونبدأ بعلاقتك مع فكرة السعادة، كيف بدت خلود؟ أولا أحب أشكرك لميا على هذه الاستضافة الجميلة، أنا جدا سعيدة وجدا يعني أشكر قناة روتانا على هذه الاستضافة وأني أكون معكم في أول يوم في عام 2020، وأتمنى أني أكون ضيفة خفيفة عليكم. أكيد شكرا لك. بداية مشواري مع السعادة، أنا يعني كأي فتاة طموحة ومطلعة وعندي فضول لتعلم الجديد، كنت دائما أحب أشتغل على نفسي، واشتغلت في عدة مجالات، وحتى سافرت على لندن لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية، وكانت هذه تجربة فعلا جميلة بكل ما فيها صعوبات. يعني واجهتني ضغوطات الغربة وإني تقابل مع شخصيات من عدة ثقافات. لما رجعت كنت جدا يعني متحمسة أنه أستخدم كل اللي تعلمته هناك في بلدي طبعا في السعودية. حلو. وكانت هنا بدأت رؤية 2030، وكانت الرؤية طبعا هي مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر. فمن هنا بدأت عملية بحثي للسعادة. طب وش هي السعادة؟ كيف إحنا ممكن نطبق السعادة في حياتنا؟ فبدأت أبحث، بدأت أخذ دورات، والتحقت بدورة السعادة، هذه الدورة تأهلك أنك تكوني أخصائية للسعادة والتفكير الإيجابي. هي من مركز HDTC وهو معتمد من هيئة المعرفة في دبي. بتعلمك الممارسات اللي هي ممكن تعمليها في مجال العمل وتخليكي سعيدة، بتبث السعادة بين الموظفين. فكذا بتحسي أنك أنت ما بتروحي بس عملك وأنت مضغوطة، ولا هنا بنحاول أن إحنا نعمل أشياء جدا بسيطة. يعني مثلا نهتم بصحة الموظف، برضا الموظف، يكون حاسس أنه هذا المكان يعني عيلته. حلو. طب يعني هذا المصطلح أنا قاعدة أسمعه كثير في الفترة الأخيرة، وقاعد يزيد أيضا في القطاعات وبعض القطاعات كمهنة. فبعرف يعني لما تكون مهنتكم أخصائية سعادة إيش اللي بتسووه؟ أخصائية السعادة في المجال الوظيفي بتكون كل اهتمامها إن هي تهتم في الموظف وإن هي تبث السعادة. بأن احنا مثلا في عيد ميلاد الموظف نحتفل بعيد ميلاده. يعني مثلا اقول لك حلو. أيوه. حبيت الفكره بالضبط. نحتاج اخصائيه سعاده في جاتنا موظفه جديده عندنا بالمكتب في وظيفتي. فحطيت بوستر وفي انه كلنا بنرحب باستاذه. ففعلا كانت يعني حركه جدا جميله ومره انبسطت. مثلا اليوم احتفلنا ب 2020 وحطينا الجولز والاهداف، وحطينا اهداف واضحه وقلنا يلا مثلا مين يبغى يتعلم لغه جديده في سنه 2020. حتى الاهداف ما تكون اهداف عمليه، تكون اهداف في حياتك اليوميه. يعني نقدر نقول ان اخصائيه السعاده في المهنه ممكن انها تراعي مزاجات وتقلبات الموظف النفسيه وتحقق له كل الأشياء الجميلة. يعني أنا ممكن كوب قهوة أول ما أجي الدوام هذا يفتح نفسي صراحة للوظيفة. طبعا. فأنتوا ممكن تراعوا هذه الأشياء وتلاقوا له حلول وتحاولوا تبثوا السعادة والإيجابية في الموظفين الموجودين في القطاعات. والله حلوة. أخصائي السعادة لازم كمان يكون عنده شيء مرة حلو تعقيبا لكلامك، يكون عنده الذكاء العاطفي.
فإن هو يستنبط فعلا شعور الموظفين. فعلا لو في موظف تعبان أو عنده مشكلة إن هو يتكلم معه ممكن يقوله خلاص أنت ممكن الآن تروح البيت تريح شوية وترجع تاني. فهذا كله يدي إحساس الموظف بالولاء. وفي كمان شيء إنه السعادة بتعطي أثر جميل على الشخص. يعني أنا لما أنشر السعادة بين الموظفين طاقتهم الإيجابية بتعلى، البرودكتيفيتي والإنتاجية بتزيد. وهو بيرجع بيته بيكون سعيد مع عائلته، فكده أنت بتأثري على مجتمع كامل، المجتمع كله بيكون سعيد. أتوقع أكثر سؤال يجي لأخصائيات السعادة عندنا، أنت سعيدة؟ نعم سعيدة الحمد لله. لا ترددتي في إجابتك، حسيت في تردد. يعني أتوقع أكثر سؤال بيجي للأشخاص اللي بينشروا السعادة يمكن نشوفها ما نقدر نشوف مكنونهم الداخلي، فنسألهم طب هل أنت سعيدة؟ طب كيف وصلتي لهذه السعادة في حياتك؟ الشخص السعيد زي أي شخص آخر، عنده ضغوطات، عنده مشاكل، بس الشخص السعيد يعرف كيف يتعامل مع المشاكل. فمنظورنا مختلف في انه كيف انا اشوف الموقف السلبي. يعني مثلا اديك مثال، مثلا انا رايحه على موعد مره مهم والسياره وقفت عندي في الطريق، ممكن شخص اللي مثلا ما هو سعيد ممكن يقول لا انا هذا الموعد كان مره ضروري وانا راح علي، بس انا مثلا اشوفه بطريقه ثانيه اقول لا يمكن الموعد ده ما كان كويس لي او ممكن كويس إن هو تاخر. فننظر للامور بطريقه ايجابيه، حتى لو هو يعني موقف سلبي أنا ممكن أتعلم منه درس وممكن أحصل منه على طاقة. يعني مثلا إذا عملتي شيء مو كويس مثلا أو المدير مثلا وبخك أو شيء في العمل، ممكن برضو تستخدمي هذا كطاقة أنك تعملي حاجة إيجابية ثاني يوم، أنك تعملي شيء يسعد الموظفين. وكذا أنت بتكوني تغلبتي على الموقف السلبي. حلو. يمكن كثير من الناس يتمنوا انهم يكونوا سعيدين في حياتهم، فنحن هنا اليوم نبغى نبسط لهم هذا الموضوع او هذه العلاقه. هل في تعريف واضح لمعنى السعاده؟ يعني بكل بساطه ايش هي السعاده؟ السعاده هو قرار، هو قرار داخلي ياتي من الداخل انه انا استحق اكون سعيده، انا ممتنه لكل شيء موجود عندي حتى لو شيء بسيط، والرضا والقناعه بهذه الاشياء البسيطه. من هنا يبدا مرحلة البحث، يبدأ عندك أنه أبغى أبحث فيها، تبدأ تمارسي أشياء يومية، بعدها تبدأ تصير عادة، لما تصير عادة تبدأ تنتقل تصير عدوى. وهذا اللي احنا أول ما ذكرتي وقلتي كلمة البحث ذكرت مقولة جدا شهيرة لغاندي، قال نحن نبحث عن السعادة بعمق ثم نجدها في أبسط الأشياء. فعلا. وتز لما قعدت كذا أتعمق في هذه المقولة اكتشفت أنه فعلا نحن عندنا كل شيء ونبحث عن السعادة ونقول نحن أشخاص غير سعيدين في حياتنا، ولكن إذا تعمقنا في أبسط الأمور الموجودة عندنا وقتها راح نحس بهذا الإحساس أو الشعور أنه نحن أشخاص سعيدين جدا في حياتنا. ولكن لا يقدر هذه النعمة إلا من يفقدها، ودائما أقول ذا الكلام. هذا الموضوع مرة حساس بالنسبة لي على فكرة. خلود، بما أننا بداية عام جديد ففعلا نحتاج من خبرتك كثير أن كيف ممكن نصنع هذا الشعور، أعطينا أفكار بسيطة. في البداية أنا أقول لأي شخص يبدأ بحياته اليومية، بحياته مع أهله، الغداء مع العائلة أو الارتباطات العائلية، أنك تكلمي عمك أو أحد من القريب من العائلة بس ما شفتيه من زمان، هذا جزء من السعادة. أنك تروحي دوامك في الصباح وصباح الخير لكل الموظفين، وتتواصلي معهم وتبدأي تتبادل النكات، هذه سعادة. أنك تروحي تمشي على البحر وتتأملي في الطبيعة وتستمتعي بكوب القهوة وتنشري أفكارك اليومية، هذه بحد ذاتها سعادة. طب كل الناس تبحث عن السعادة، ولكن قد إيش هذا الجانب له علاقة ببيئة الإنسان وأصحابه أيضا؟ فعلا فعلا الاصحاب لما يكونوا لسه عندهم هذا التفكير السلبي او نقول عندهم ريزيستنس او اللي هو عدم التقبل، يكون فعلا صعب انك انت يعني تاثري فيهم. بس انا دائما اقول، لسه كان عندي حوار قبل فتره فبقول لهم لا تستسلموا، افضلوا. انا مثلا عندي في العمل احط شوكليت او شوكولاته على مكتب زميلتي، ثاني يوم احط لها نوت، ثالث يوم حطيت على السكرين. تشتغلي معانا؟ تعالي تشتغلي معانا، احس حلاقي كل يوم هدايا جديده على مكتبي.
فالسعادة ما هي في الغنى ولا في المال ولا في المنصب، هي السعادة تأتي من الداخل، وهو قرار أنه أنا أبغى أكون سعيدة وأنا أبغى أكون مرتاحة. فأنا دائما أقول هي السعادة سعادة العقل والقلب والروح. العقل بأنك تنمي، بأنك تعملي أشياء جديدة، تتعلمي حاجة جديدة زي لغة جديدة، تتعلمي سكاي دايفينج، هوايات جديدة، تحدي نفسك، تخرجي من الكومفورت زون. القلب هو إن الرضا والعطاء وأنك أنت تسعد الغير وتأثري فيهم وتقتنعي، والروح طبعا الله. اللي هو بالعبادات والتأمل. الله عليك. طب نصيحتك الواقعية جدا لكل شخص ممكن تقابليه اليوم في أول أيام العام الجديد، إيش ممكن تقولي لهم؟ أقول لهم أنه يفضلوا دائما متفائلين، دائما دائما هناك الأفضل والمثابرة وعدم الاستسلام، وأهم حاجة هو الإيمان الكامل والثقة الكاملة أنه أنا كامل بقدراتي بطاقتي، أنا حوصل للي أبغاه، بس لا يستعجل، يكون صبور ويشتغل وإن شاء الله حيوصل، والحياة كلها حتكون جميلة وسعيدة بإذن الله. شكرا لك خلود، كل سنة وانت طيبة. شكرا لك لميا. مشاهدينا مكملين معاكم منير وغيداء يتشاركان في تقديم أفكار جميلة جدا للرفق بالحيوان، انتظرونا. عيدي مبارك فيك يا عيدي يا حلوة سنيني فيك يا عيد روحي، سعادتي فيك شفتك حلم الأحلام، شعري وحاسيس المحبة ونوحي. كل عام ومتابعين برنامج ساعة شباب بألف خير، أتمنى إنه هذه السنة تكون سنة سعيدة علي وعليكم، وإني أحقق كل أحلامي وتحققوا جميع أحلامكم. معكم الفنانة سمرين. وبإذن الله إن شاء الله راح تكون ختامية جميلة وختامها مسك مع فقرتنا الأخيرة. جبنا لكم فقرة جميلة جدا عن الرحمة، طبعا هذه المرة رحمة بالحيوانات، مع فكرة لزوجين قرروا أنهم يستثمروا وقتهم وجهودهم أيضا في هذا المجال من خلال فكرة تغذية القطط. راح نتعرف أكثر عن هذا المشروع مع ضيوفنا المنورين اليوم، أكيد غيداء قفاص ومنير نتو مهتمين بالرفق بالحيوان. منورين غيداء ومنير. أهلا وسهلا ومرحبا. بداية كل سنة وانتم طيبين. كل سنة طيبين. وخلونا نتعرف عليكم أكثر غيداء ومنير، عرفونا عليكم وطريقتكم اللي حابين تتعرفون. نبدأ معك غيداء. أوكي. غيداء قفاص، معايا ماجستير إدارة أعمال، بشتغل في الفاينانس، فشغلي في الفاينانس عمل افكشن مرة كبير في البزنس الخاص عندي. الآن أنا متخصصة نوعا ما في الفاينانس أكثر في البزنس يعني. حلو. فاستفدت كثير. ومنير؟ منير ننتو، مهندس ميكانيكي، ماجستير إدارة أعمال برضو، مزوجين الحمد لله وعندنا ولدين قصر وميسر ما شاء الله تبارك الله. ويا يا شكرا على الاستضافة. حلو. وأنتم مجتمعين وعندكم نفس الاهتمامات لاحظت، فمش فكرة المشروع جدا جميلة، وإن شاء الله يعني الله يعطيكم أجرا. علاقتكم بالحيوانات بشكل عام وبشكل خاص للقطط نعم. تحديدا أنتم من عشاق تربيتها، بس نعم. من وين جتكم فكرة هذا المشروع؟ Actually زوجي مشترك في الحجاز بلوجرز، هي كامبين متخصصة إنه لنظافة البيئة يعني مثلا بيروحوا جروب على خليج سلمان بينظفوا كل الفضلات وكذا والنفايات، ومن هذه الفكرة جات إنه كيف نحافظ على البيئة، إنه إطعام الحيوانات بلس إنه كمان في تويتر كنا بنشوف ناس بتعاني في إطعام الحيوانات بالذات القطط، بيحطوا صحون بلاستيك محطوطة كده على الممشى، فكانوا الناس بيقولوا أوكي يعني إحنا مبسوطين إنه إحنا نكون مثلا عندنا رفق بالحيوان ورحمة ونطعمهم بس من غير ما إحنا نتضايق وإحنا في الممشى. فكانت الفكرة إنه بايب جابها منير على البيت وجو قسورة وميسرة وبدأوا يلونوها، علقناها تحت في البيت شوية، بدأوا الجيران أنتوا بتبيعوا
طب احنا حابين طلبات، ومن هنا بدأ البزنس. ما شاء الله تبارك الله، الفكرة مرة حلوة، ومن وقتها بديتوا فكرة هذا المشروع. خلينا نشوف بس هذه البايبس الموجودة معانا ممكن تحطوها عند البيوت، وين الأماكن اللي ممكن تنحط فيها هذه البايبس؟ هي متقسمة لقسمين، اندور واوتدور. ممكن انها تكون في اوتدورز في الأماكن الخاصة بالبيوت، مثل الجدران، عند المنازل، عند الحدائق، واندورز ممكن داخل الغرف اللي عندهم قطط في نفس البيوت يعني. وكيف شفتوا الاقبال على مشروع مثل هذا المشروع؟ والله عندنا، زي ما ذكرت زوجتي غيدة، انه يعني كانت هي تست ماركت اول شيء، وعملنا بعدين فكره انه خلينا نجرب على كذا ناس. طبعا اول ما ركبتها في البيت كانت هي اكبر دعايه يعني، وجاري جاء طلب 10 مره واحده يعني، فيعني يا فهذا حرك شويه الماركت عنده. فتحنا انستغرام اسمه كاتسميل، وموجبها صارت الطلبات عليها، وناخذ منها الاوردرز اللي يحتاجوها سوان وبالديزاينز يعني، بثلاث انواع A و B و C. وهذا اللي كنت بسأل عنه، التصاميم شفت لفتتني الرسومات الموجودة على هذه الأنابيب، يعني رسومات غريبة وجميلة ملفتة في نفس الوقت. فمين شغال عندكم على فكرة التصاميم؟ لا تصاميم طبعا سيدتي الجميلة يعني. إذا أنت اللي مشتغلة على التصاميم. هي الفكرة على التصاميم، I'm not artist وأنا مالي في الرسم كثير، بس هي كانت الفكرة إنه أنا أعرف أميز البايب هذه، إنه ما هي بايب حقت موية، ما هي بايب حقت يعني للعمارة خاصة يعني بالعمارة، لا هي ترى لإطعام القطط، هي ترى لإطعام الكلاب، هي فكانت مجرد يعني ساينز بنحطها في البايب إنه الناس بتعرف. برضو شغالين على موضوع للتشيكن، في ناس عندهم مزرعة فحابين للدجاج عندهم في المزرعة، فتكون مثلا بايبس جنب بعض، خمسة بايبس، فالدجاج بيجي يأكل منها. فهي الفكرة في التصاميم. طبعا احنا بنعمل التصاميم حسب الطلب، في ناس حابين يكون بلو. دحين ان شاء الله حنكون انترناشنال، this is يعني a surprise. يعني under process انه حنطلع على الامارات. حنعملها برضو عند واحدة عندها فندقة حيوانات بإذن الله. جميلة، حبيت الفكرة صراحة، مع أنها جدا بسيطة غير مكلفة. يس صحيح، ولكن ما شاء الله تبارك الله عليكم، يعني صنعتم من لا شيء شيء جميل جدا. يعني مين كان يتخيل مواصير يا جماعة؟ كنا نشوفها في العماير ونخبيها عشان شكلها مو حلو، وبيكون شكلها مو ملفت أبدا. أنتم صنعتم من هذه المواصير بتصاميم جميلة جدا، فكرة رهيبة رهيبة، ولو استثمرت يعني بشكل صحيح جدا هذه حتكون أكيد عالمية. نحن شايفين في الفيديو هذا اللي قاعدين نشوفه المبنى، يعني ما أحكي لكم عليه، بس شوفوا شكل الأنبوب وهو محطوط بشكل جميل ورسم ملفت، وبنفس الوقت يعني أجرها كبير جدا أنها مكان لإطعام قطط الشوارع اللي ما بتلاقي أكل، خصوصا مع الأجواء الباردة والشتاء عندنا. يعني حقيقي يعني شيء محزن، وفي نفس الوقت فكرة رائعة حقيقي. أنا مرة حبيت الفكرة، لو كان عندي حيوان أليف في البيت كنت على طول فكرت أنه لا لازم أسويها عندي في البيت، ولكن أبعرف يعني إيش بس أنواع أكل القطط، يعني بس القطط نقدر نستخدم هذه الأنابيب، أو إيش نوع الأكل اللي نحطه فيها؟ هو مخصص للدراي فود، لأنه هو أنبوب في النهاية إذا جمعت بعض المأكولات حتى لو كانت الجاهزة أو الشركات المشهورة قد تسبب روائح وتسبب يعني تسربات، بس إنه كدراي فود ما عليه يعني كثير ريسك، وما تطلع ريحة، وما تأذي أصلاً كمان الناس، ما تزعج الناس، الجيران والناس الرايحة جاية. والفكرة إنها سيلف سيرفيس، يعني تخلص من تحت تنزل أوتوماتيك، تنزل أوتوماتيك، فتجمل يومين ثلاثة أيام، بالأحيان خمسة أيام حسب كيس اللي يملا فيه الانبوب يعني، ويكفي ل 10 كيلو تقريبا من الدراي فود هذا يعني. ما شاء الله تبارك الله. فيا يا طب هل ممكن الناس انها تكسب فيها اجر؟ يعني ممكن ياخذوها يحطوها عند العماير عشان الحيوانات او القطط؟ في نقطة مهمة جدا ذكرتي الدعم. طبعا الاشياء العامة لازم لها تصريح من امانة محافظة جدة مثلا، او ممكن يكون من جمعية الرفق بالحيوان، لانه هذه تكون يسموها اماكن عامة، فلا بد تصريح او ترخيص يعني من جهه معينه. فاحنا شغالين ان نحرص على زبائننا وعملائنا انه يعني يركبوها في اماكن خاصه، يعني جوا البيوت، جوا الحدائق، جوا الحواش، جوا الاشياء هذه، فنهتم في ذا الشيء. نعم اوكي. طيب
تحويل فكرة يعني لجانب استثماري مهم جدا، ولكن هل بدأتوا فعليا بتسويق هذه الفكرة؟ طيب احنا في البداية كانت الفكرة مجرد ان احنا بنعملها تحت البيت، يعني ما كان ابدا انه بزنس. حاليا نعم احنا بنحاول انه احنا نعلن عنها، بنحاول انه احنا نطمح انه يدعمونا او ناخذ موافقة او تصريح الامانة جدة على اساس يعني انه يصرحوا لنا نحطها في الحدائق العامة في كذا. هل حاولتوا انكم تتواصلوا معاهم؟ ما اتوقع انهم ممكن يرفضوا يعني مشروع بهذه الفكره، خصوصا انها ممكن تكون منظر جمالي جدا، اجمل من المناظر اللي نشوفها قبل، وبنفس الوقت يعني فيها اجر عظيم للحيوانات، وجمعيه الرفق بالحيوان ايضا ممكن تساعدكم في هذا الموضوع، فحاولتوا انكم تتواصلوا معاهم؟ حاليا والله احنا مجهزين البرزنتيشن. احنا بدانا البزنس ترى 12/12/2019. لا وي ار يعني بيجنرز يعني اقل من شهر لكم في هذا المشروع. يس يس وي ار بيجنرز، فعشان كده احنا لسه بنجهز وموظفين وعندنا توأم وعندنا بلس البزنس، فاحنا بنحاول نوفق بين ده كله، فان شاء الله ان شاء الله اندر بروسس انه احنا يس حنعرض البرزنتيشن للجهتين باذن الله. وانا صراحه اتمنى اشوف منكم افكار بنفس جمال هذه الفكرة لجميع أنواع الحيوانات. صحيح. مو بس للقطط أو للكلاب، ممكن تسووها يعني طويلة عشان عصافير. بس أنا قاعد أفكر معاكم ما شاء الله ما شاء الله كيف وصلت الفكرة بهذا الإبداع. يعني حقيقة حبيت أوريكم بس الوايبس عندي هنا ثقيلة شوي بس لا عادي. الفكرة أنه هنا تحطوا الأكل من هنا وعلى طول يس هنا زي ما انتم شايفين. والله مره حلوه الفكره حقيقي، انا اتمنى اشوف يعني افكار اكثر تطوروا في هذا المشروع، نشوف افكار اكثر وجميله مثل هذه الفكره لاطعام الحيوانات. والله يعني يوفقكم في هذا المشروع، والله يجزاكم خير ان شاء الله على هذه الفكره، جميله جدا نورتونا. منير وغيداء في هذا المشروع، نتمنى لكم اكيد كل التوفيق. شكرا، ربي يسعدك. نشكر روتانا، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بخير وصحه وسلامه. مشاهدينا وصلنا لاخر فقره في ساعه شباب من العام الجديد، كل عام وانتم بخير مره ثانيه، وان شاء الله اشوفكم بكره بفقرات متنوعه ومختلفه، واقول لكم فبعل الله.